شغلنا مع الحيوانات، بنلم الحيوانات التعبانة من الشارع، كلها بلغات من الشارع. بنقوم على مشاريع تعقيم زي مشاريع زايد وستة اكتوبر. بقية الحيوانات دي كلها بلغات حوادث وإصابات بنعالجهم. طبعا عندنا فريق عمل كويس جدا في العلاجات، عندنا دكاترة اللي ربنا بيقدرنا عليه مع الحيوانات بنقدر نعمل. بص، هو كتير بيجينا حوادث عربيات، حادثة قطر دس كلبة قطع لها رجليها، فالكلام ده بيتم عندنا، بتيجي تاخد كورس انتيبيوتيك فترة وبعد كده بتطلع نعمل لها عمليات بتر، اللي محتاجة بتر بنعمل لها بتر، اللي محتاجة طبعا احنا كده عامة بنعمل عمليات تعقيم لكل الحيوانات. يعني احنا عاملين دلوقتي مشروع تعقيم في زايد وفي اكتوبر، وبنطعم تطعيمات ضد مرض السعار. يعني احنا التعقيم هدفها ان الكلاب ما تبقاش متكاثرة والناس تبقى جزة منها ومتضايقة منها، وطبعا تطعيمات السعار عشان ما فيش كلب يجيله سعار او يجيله حاجة من الحاجات دي. ايه الحالة اللي انت فاكرها مش قادر تنساها؟ يعني اسمة كانت كلبة دهسها قطر في حتة كده بحري، مش عارف اسمها، طنطة تقريبا. طنطة، هي دي الكلبة دي. اكتر حاجة انا مش قادر انساها، بس الكلام ده كان في 2008. جبناها، كانت ايديها الاتنين قدام اتقطعوا، فكان المنظر بصراحة. اللي تم معاها بعد كده؟ لا، هي جت هنا عندنا الحمد لله، قدرنا نسيطر، بس ما قدرناش بقى ما نقطعش رجليها، فهي الايدين اللي قدام اما قطعناهم. في بقى كراسي احنا بنقدر نركبهم على كراسي متحركة يتحركوا بيها.